ميديسن والسيرجري، واخر شيء خليته البيدياتكس، مره ما كنت انترستد فيه يعني، قلت خليه اخر شيء. بس سبحان الله فتره الامتياز انا اي ثينك هي السنه اللي تحدد فيها التخصص، يعني مو حتى سنوات الكليه، لانه في فتره الامتياز انت مو بس قاعد تدرس، انت قاعد تطبق التخصص. ولما تيجي تطبق التخصص طبقها كانك انت طبيب اطفال او طبيب نساء ولاده او طبيب ميديسن او طبيب جراحه، عشان تعرف هل تستمر فيه ولا لا. سبحان الله لما جيت في السيرجري شفت المرضى وشفت وقوفي في العمليات بالساعات، احيانا يوصل ل 12 ساعه ولا 13 ساعه، والانكولات المتعبه حقتها، وبعدين تطلع واحيانا ما تلاقي التقدير واحيانا ما تلاقي الابريشيشن. افتكر في الميديسن سويت ريسستيشن لشايب كبير كان لوحده، ما كنت اشوف اهله يزوروه ولا اي شيء، وكان ارستد وسويت له ريسستيشن طبعا يعني مع الزملاء وزي كذا. لما طلعت برا ولقيت الاهل مستنين وقل بشرتهم انه يعني وي سيفد هيز لايف وحيروح الاي سي وزي كذا، زعلوا. ليش انقذته؟ ليش ما خليته يموت؟ وبعدين مع الايام وال لما جيت اتابع في الغرفه كان يناقشوا اولاده، يناقشوا ورثته وتقسيم الفلوس قدامه. يعني انت تقول انه انت حساس في البيدياتريكس، لكن انا اقول لك في الميديسن حتلاقي اشياء زي كذا كثير برضه. نفس الشيء في السيرجري. هل انت هذا انا لو زي كذا بقول بس يا كثرهم. It's not one case ولا two case. يا كثرهم. انا كنت احسب مجتمعنا مجتمع اسلامي ومجتمع يعني فيهم طاعة الوالدين، لكن لما تيجوا تشتغلوا في المستشفيات حتشوفوا العجائب. It's not what you study. في البيدياتريكس في ليلة من الليالي كنت مناوب ونادتني الممرضة قالت لي انه الام يعني قلقانة شوية على الطفل في الغرفة الفلانية. فرحت هناك وانا ولا اعرف شيء في البيدياتريكس. اخذت منها كويك هيستوري الساعة 3 في الليل، وجيت حطيت السماعة كذا على صدره، والله ماني فاكر ايش اللي كان فايندينج ولا كنت مركز. قلت لها خلاص اعطيه شوية بنادول اوكي وحكلم المناوب معايا. ايش قاعدة تشكرني؟ ايش قاعدة تدعي لي؟ انا اي ديد نثينج، انا اي جاست اكزامند هير تشايلد. انا اي ثينك انه لما يعني يو سيف تشيلدرن يو ميك اول ذا فاميلي هابي، ذا بيرنتس، ذا تشايلد هيمسيلف اند يور سيلف. فغيرت تخصصي من السيرجري على طول على البيدياتريكس، ما ابغى سيرجري رغم انه ياخذ فلوس اكثر يعني. اي ثينك ان اور في السعوديه ما زال تخصص الأطفال مطلوب جدا في كل التخصصات، والتخصصات في الأطفال كثيرة يعني مو بس أطفال عام، لا في بيدياتريك نيورولوجي، اندوكراين، كارديولوجي، جاسترنترولوجي، اونكولوجي، هيماتولوجي، بلمنولوجي، بيدياتريك كريتيكال كير، emergency medicine, neonatal critical care, genetics and rheumatism، وتخصصات كثيرة كمان. ففي السعودية ما زلنا محتاجين طب الأطفال في كل التخصصات. نعم. الحين كم سنة عشان تصير أخصائي الأطفال، وكم سنة عشان تصير واحدة من هذه؟ طيب حنتكلم عنها شوي. عشان to join the pediatric residency program in Saudi Arabia في حاجة اسمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
عملت البرنامج هذه لتغطية حاجة المجتمع للأطباء في جميع التخصصات ومنها تخصص الأطفال. وعندها يعني objectives وplan to train the doctors for the pediatrics. فthey want يعني just to graduate يعني safe pediatricians who knows the basic of the pediatrics, how to deal with emergency cases, how to take proper history, physical exams, and do basic investigations and refer the cases. مو المطلوب منك لما تخلص تخصص الأطفال إنك تشخص الأمراض أو تشخص حالة الطفل. المطلوب منك بس كيف تتعامل مع الطفل، كيف تتكلم مع الأهل، كيف تحط differential diagnosis، وكيف يعني تحول الطفل إلى المكان المناسب. يعني قليل مننا اللي حيروح للمستشفيات التخصصية والمستشفيات الكبيرة، يعني أكثرنا حيروح مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات يعني برا المدن. هناك يكون أحيانا ما عندك X-ray، حتى ما عندك simple investigation. فإذا أنت تعاملت مع طفل just saved his life، إذا جاك بإمرجنسي you saved his life وبعدين حولته، جزاك الله ألف خير. هذا هو المطلوب منك كطبيب أطفال عام، وهذا هو هدف الهيئة السعودية. كان في حالة لما كنا في أحد المراكز التخصصية، جانا طفل من الدوادمية وحاجة كده برا الرياض، نيو نيت وجاي بشوك. Do you know the term shock؟ يعني كان عمره تقريبا أسبوع وجاي بشوك. ف كيف تتعامل مع الطفل هذا لما يجيك نيو نيت وهيز كولابس؟ 1 ويك لسه عمره أسبوع، والأم ترضعه وكل شيء كويس ويبكي وما في له أي مشاكل، فجأة كده في يوم هي شوكت كولابسد. في المركز الطبي أو المستوصف الصغير اللي هناك they dealt with the case يعني in a very nice way. أعطوا له الأكسجين، أعطوا له الـIV fluids، they took cultures، they gave antibiotics.